السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبح حديث الناس في الفترة الأخيرة أو في الأيام الأخيرة عن امرأة كانت تعمل في مجال التمثيل وتابت قبل سنوات، تقريبا 10 سنوات أكثر من ذلك، واختفت عن الوسط وانتقبت والتزمت، ويعني كان لها مقابلة في قناة الرحمة أظن، وتكلمت عن جمال هذا الدين وعن راحتها النفسية عندما التزمت في شرع الله سبحانه وتعالى، ويعني انتشرت قصتها. ثم بعد سنوات، قبل سنتين يمكن أو ما شبه ذلك، تابت من التوبة وخلعت لباس العفة ولبست لباس يعني الكاسيات العاريات، وبدأت بتمثيل أفلام وأغاني وما يتضمنها ما تتضمنه هذه الأفلام من قصص فيها فجور وترويج للفاحشة وقصص الحب طبعا ما شبه ذلك، ترويج هذا بين المسلمين ويعني لمسات وعناق ما شبه ذلك. قبل أيام خرجت، طبعا هذا بعد ما عادت إلى التمثيل بسنة أو سنتين، خرجت تلبس يعني تضع فوق رأسها خرقة تغطي نصف شعرها وتقول أنها تبرأت من ما كانت فعلت في هذا الفيلم، فأصبح حديث الناس عن هذه القضية. طبعا نحن بشكل عام نفرح للتائب ونحزن على العاصي، نرجو للتائب القبول عند الله سبحانه وتعالى وأن يعينه وأن يسدده، ونرجو للعاصي أن يعينه على التوبة، ونخاف عليه من عذاب الله ومن عقابه. لكن لسنا مكلفين بغيرنا، والذي يهمني ويهمنا الآن إن شاء الله في هذه القضية أن نعرف كيف نستفيد نحن منها. الله سبحانه وتعالى قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. الاعتبار من الغير ينفع الناس. الإنسان عندما يتوب يرتفع عنده منسوب الإيمان بشكل كبير، وتجده التزم بالصلاة والرواتب القبلية والبعدية والنوافل، القيام الليل، صوم التطوع اثنين وخميس، أحيانا صيام داود يوم فيوم يوم بيوم، وتجد قراءة قرآن وصحبة صالحة وسماع دروس وذهاب إلى المساجد، ويحدث هذا مع التوبة. التوبة مع كل هذه الأمور تجعل إيمانه يرتفع ارتفاعا كبيرا، فهذا التائب يشعر بقرب كبير من الله سبحانه وتعالى، ويتمنى حتى أن جميع الناس مثله حتى يشعروا بهذه اللذة التي شعر بها في قربه من الله. الشيطان لا يتركه ولا يقول له خلاص لا اترك التوبة الآن، لا، يشغله بأمور فرعية، خطوات، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فيأتي خطوة فخطوة. أولا يشغله بأمور فرعية لينشغل عن الأمور المهمة بأمور أقل أهمية، ويحرف مساره من المسار المستقيم، من التقدم باتجاه في الصراط المستقيم، إلى الالتفات يمينا وشمالا. خذ مثالا، كم شخص الآن مثلا بدأ بحفظ القرآن، غايته ونيته أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم محفوظا في صدره، يحفظ في صدره كلام الله، يلبس والديه يوم القيامة تاج الوقار، يرتقي في الدرجات في الآخرة، يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، يستحضر هذه المعاني فيبدأ بحفظ القرآن الكريم، يريد أن يكون ممن أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في قوله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يريد أن يكون منهم، ولهذا هو يحفظ ويجتهد. لكن أول طعم يلقيه له الشيطان يقول له نافس فلان، فلان ترى يعني يسبقك في الحفظ وهو يتقدم عليك وأنت أحسن منه، ويأتي الشيطان طبعا بأشياء مثلا يذكره بقول الله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إذا نافس فلان. طبعا ما الذي يحصل هنا؟ المنافسة المطلوبة أن تتنافسا في قربكما إلى الله سبحانه وتعالى وفي عمل الطاعات. طيب ما قراءة القرآن طاعة وحفظ القرآن طاعة، الشيطان يحول هذه المنافسة التي كانت منافسة من الذي سيتقرب إلى الله، ولكن لو تقرب إلى الله أكثر مني أنا أحبه، لأن الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكن
ستبدأ هذه المنافسة بهذه يعني المبرر. الشيطان سيقول لك هذا المبرر لأنه لا يستطيع أن يأتي مباشرة ويقول لك المنافسة الدنيوية. ثم بعد ذلك يحبب في قلبك أنك إذا سئلت أن تقول أنا أحفظ 20 جزءا بينما فلان يحفظ 18 جزءا، لتقول ذلك للناس لتكبر في عيونهم. ثم يدخل قضية هذه المسابقات القرآنية، ومن الذي سيحصل على المركز الأول؟ طيب الحصول على المركز الأول هذا هو الذي سيرضي الله سبحانه وتعالى، أم جدك واجتهادك في تقوى الله وفي طاعة الله وفي النية الصالحة وفي القلب السليم هو الذي سيجعل مرتبتك عند الله سبحانه وتعالى أعلى وأكرم؟ لا، صار الهدف هو المسابقة هذه التي ستجرى، ما مرتبتي فيها؟ وهل أنا سأقول أنا المتسابق رقم واحد، الناجح رقم واحد في مسابقة فلان الفلاني أو مسابقة الهيئة الفلانية أو مسابقة الدولة الفلانية للقرآن الكريم؟ فهنا تبدأ مداخل الشيطان حتى ينشغل بهذه الأمور، يشغله بتحسين صوته وبتطريب التلاوة وبتلحين التلاوة، ثم يطمعه بإمامة مسجد، ثم يطمعه ليصير مدير مدرسة تحفيظ القرآن، فينسى الغاية الأساسية وينتبه لغايات ثانية تدخل فيها السلطوية، وتدخل فيها الطمع بشهرة والطمع برضا الناس والطمع بثناء الناس وما شابه ذلك، فينشغل عن غايته الأولى بغايات أخرى. فإذا نزع من قلبه الإخلاص نزعت منه حلاوة العمل الذي من المفترض أن يكون خالصا لله. وهذا في كل شيء، يعني تجد مثلا ذلك التائب شيئا فشيئا كان عنده عقد وعرى يتمسك بها، وهي المعاني الإيمانية التي علقته بهذه التوبة وبهذه الأعمال، كل قرب من الله، رضا الله سبحانه وتعالى، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المعاني، الأجر الأخروي على هذا العمل، ماذا كيف سيراني الله سبحانه وتعالى الناس نيام وأنا أقوم الليل، هذه المعاني كان يستحضرها، ولكن صارت تنحل شيئا فشيئا واحدة فواحدة، حتى يبدأ يترك مثلا تلاوة القرآن، يهمل السنن، يقصر بالفرائض، تصبح هذه الأعمال التي كانت بالنسبة له تزيده إيمانا ويتشوق لعملها ويعملها بشغف تصبح بعد فترة عادات، ثم تتحول من كونها عادات إلى تكاليف تثقل عليه وتثقل كاهله. إذا وصل لهذه المرحلة يبدأ ينظر إلى الدنيا، يا أخي ما أنا يعني شوف فلان أين وصل، فلان عنده مال، فلان عنده صداقات، فلان عنده شهرة، فلان عنده كذا وفلان، ليش أنا لا؟ فيبدأ يستمر بهذا التناقص بالعمل الذي يرجى به وجه الله سبحانه وتعالى والنظر إلى أمور الدنيا، حتى يأتي الشيطان ويقول له يعني بالأخير الدين بالقلب، وأنت طالما أنك تحب الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لا يخذلك في الآخرة، يعني هذه المعاصي ولو ارتكبتها فأنت يعني بالنهاية إنسان مسلم وإنسان قلبك نظيف والله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب، ما شبه هذا من كلام ينشره شياطين الجن والإنس، لا وإن كان في ظاهره أو كان في العموم فيه معاني صحيحة، ولكن يراد به باطل ويراد به إبطال الأعمال الصالحة والانجراف وراء الفجور والأعمال الفاسدة. فتجد هذا الذي تاب قبل سنوات أو قبل فترة الآن عاد إلى ما كان عليه من معصية وقلة دين، وحتى النفس بشكل عام هي تعين الشيطان على هذا الأمر، النفس دائما يعني تسارع في الشيء ثم بعد ذلك تفتر. الآن لو توظفت أنت في وظيفة جديدة تجد أنك في أول فترة نشيط مثابر تهتم بعملك، تريد أن تكون أجدر من يعمل عملا، تنظر إلى الموظفين القدامى كيف يتساهلون وتقول يا أخي هؤلاء مقصرين، أنا بدي أعمل، ما حصلت هذه الوظيفة إلا بعد تعب، هذه الوظيفة تستحق مني الجهد، أنا يجب أن يعني أخرج مالي بحلال، ما شابه ذلك. لكن شيئا فشيئا أنت تهبط عزيمتك وتمل من عملك وتصبح روتيني مثلك مثل أي موظف قديم
كنت يعني لا يعجبك تصرفاته. ولهذا على فكرة في الشركات الناجحة تجد أن مثلا مجلس الإدارة أو المدير خاصة عنده مثلا يجتمع بموظفيه كل فترة، يكلمهم عن نجاحات الشركة ورسوم بيانية وأين كنا وأين وصلنا وأين نريد أن نصل وكيف نريد أن نصل وكيف أنت مؤثر في الوصول وكيف أنت إنسان لك قيمة في هذه الشركة وأنت تعين هذه الشركة على الوصول، يعطيك هذه الدفعة. وتجد أنه مثلا يعطي الحوافز، الجوائز، يزيد الرواتب، يقيم لك دورة تطور مهاراتك الوظيفية، يرقيك في السلم الوظيفي. اليوم أنت موظف بدرجة معينة يرقيك إلى درجة أعلى. إذا كلفك بمهمة جديدة قد يزيد لك الراتب أو ما شابه ذلك. كل ذلك يعين الإنسان على الاستمرارية بفعالية، حتى كلما أراد المنحنى أن يهبط، العزيمة أن تهبط، يرفعها بشيء من هذه الأمور. الشركات التي لا تفعل هذا تجد أن الشركة كلها ستهبط، الموظفين كل يوم يتبدلوا، الشركة تخسر، إلى آخر ما هنالك. ليش؟ لأننا إذا انحدر المنحنى هذا، منحنى النشاط والفعالية، كلما انحدر إذا لم نرفعه فسيبقى في انحدار. الأمور بشكل عام الذي أقصده يعني تبدأ صعودا سريعا ثم تبدأ بانخفاض شيئا فشيئا تدريجيا حتى يزيد هذا الانخفاض إلى درجات قوية. إذا لم يكن هناك محطات تعدل هذا الانخفاض إلى ارتفاع فهنا سنبقى في هذا الانحدار. لهذا نحن عندنا بقى في الشريعة عندنا محطة موسمية كبرى وهي رمضان. يكون الإنسان مثلا حذر انحدارا، يبدأ عندنا مثلا شعبان ويبدأ عندنا مثلا رجب، قبل شعبان رجب ثم شعبان، هذه الأشهر الحرم التي يعني تعظم فيها المعصية وأن الإنسان يجب أن يتوب من المعاصي وما شابه ذلك. ثم بعد ذلك يبدأ عندنا رمضان، رمضان هذا فيه زيادة كبيرة من العمل والإيمان والتقوى، تفتح فيه أبواب الجنة، فتجد هذه محطة كبرى لزيادة الإيمان. بعد رمضان يبدأها الإنسان شوي شوي فطور فطور حتى يأتيك العشر من ذي الحجة. العشر من ذي الحجة الأيام التي الله يحب الأعمال فيها، أحب الأيام عملا بالنسبة لله سبحانه وتعالى أن يكون فيها هي ذي الحجة، فهذه أيضا محطة لزيادة الإيمان. فكيف بمن ذهب إلى الحج؟ يعني عندنا العشرة هذه محطة لزيادة الإيمان ولزيادة العمل الصالح. الذي يذهب إلى الحج هذا محطة كبيرة بالنسبة له، كذلك العمرة في الأشهر الأخرى، وهذه محطات تزيد من الإيمان. يذهب هذه الأشياء يعني يزور تلك الأماكن، يصلي في الحرم كذا. كذلك في عندنا الجمعة هي محطة أيضا، لأنه من المفترض أنك في الجمعة تسمع كلاما يقربك إلى الله، يذكرك، يعينك على ترك المعاصي، يعينك على القرب من الله، يعينك على الاستقامة، تسمع فيها الموعظة والعبرة. إذا عندنا عبر أيضا تتكرر مثل موت أحد، أن تتذكر الآخرة، لو كنت مكانه ماذا سيكون موقفي من الله، هل ستأتيني ملائكة الخير، الملائكة الذين يبشرون بالسوء، الملائكة بيض الوجوه، الملائكة سود الوجوه، هل سأكفن بكفن من الجنة أم بكفن من النار، هل ستفتح لي أبواب السماء أم تغلق دوني. فهذه المعاني أنت لابد من أن تفكر فيها، لأن بعض الناس قلوبهم ماتت، يعني خلاص مات ميت، تروح تصلي وحتى الصلاة نسيان كيف تصلي. لا، لازم يكون عندنا هذا التفكير حتى لو لم يمت أحد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. تذهب إلى القبور وتتأمل في حال هؤلاء، يا أخي يمكن واحد معذب وواحد منعم، كيف حال هؤلاء؟ كيف سيكون حالي عندما أدفن في هذه الحفرة؟ عندما أرى مصيبة أحد أحمد الله على العافية، عندما أرى مصيبة في جسدي أحد أنظر إلى جسدي كيف عافاني الله سبحانه وتعالى، كيف أشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. فهذه محطات لابد من أن نتأملها وأن نستغلها وأن نستفيد منها حتى نحافظ على المستوى، بل نرفع مستوى الإيمان عندنا. نجلس في مجالس الذكر، نتدبر آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا كله يعيننا على الثبات وعلى الاستقامة، بل وعلى الزيادة في الإيمان. أما إذا غفلنا عن هذا كله وانشغلنا بغيره يبدأ الانزلاق شيئا فشيئا،
وأثناء هذا الانزلاق الإنسان يشعر بالندم، يشعر بالحسرة على نفسه، أين كنت وأين صرت، يشعر بتأنيب الضمير، لكنه إذا وصل لمرحلة معينة من الانزلاق القوي التوقف صعب. يعني تخيل لو أن إنسان بدأ هذا، هؤلاء الذين يتزلجون على الثلج في بدايته بطيء يستطيع التوقف بسهولة، لكن إذا وصل إلى منحدر قوي وازدادت السرعة التوقف صعب. والتوقف هذا يحتاج إلى استعانة بالله، كل شيء يحتاج إلى استعانة، ولكن هنا تحتاج إلى استعانة خاصة، تحتاج إلى شدة التجاء إلى الله سبحانه وتعالى، إلى تضرع، إلى تمسك شديد بالله سبحانه وتعالى حتى يعينك على التوقف في هذا الانحدار. وعلى الأقل لو حافظت قليلا على مستوى معين ثم ترتفع تحتاج إلى ذلك، ولكنك تجد أنك صرفت عنه ونسيت أن الدعاء يعينك، ونسيت قضية التضرع هذه كيف تكون وكيف لذاتها وكيف إعانتها لك. تحتاج إلى من يذكرك بها، تحتاج إلى من يذكرك بالله سبحانه وتعالى، فلا تجد، لأن الذين كانوا معك البارحة الآن تبرأوا منك وتركوك، لأنك أصبحت في وسط آخر وبعدت عنهم وصاروا يخافون أن يصبحوا مثلك فتركوك. وقد تجد الساخر، وقد تجد الشامت، وهذا الذي كان يقول مبارح أنت صرت شيخ وتركتنا، من أصحابك القدامى الذين رجعت إليهم، مبارح صرت شيخ وتركتنا والآن رجعت إلينا ونحن الصح، وسخرية من كونك كنت شيخ أو كنت شيخة أو كما يفعل هؤلاء الفجر الذين يتندرون بهذه الأمور على الملتزمين. فإذا استمر الإنسان بالانزلاق يجد في القاع من يتلقفه من دعاة السوء والزنادقة الذين هم معروفون لكثير من الناس، الذين يعطونك إبرة المخدر، يقول لك أرح ضميرك، هون على نفسك، أنت صح كما أنت وستدخل الجنة، واترك هؤلاء المتشددين الذين يعني الذين تشوف لحى ونقاب، اتركهم، هؤلاء متشددون، هؤلاء لا يعرفون روح الشريعة، أنت مهما عصيت الله غفور رحيم، كالشيطان الذي بدأ يغويك في البداية، هذا شيطان بشري الآن ستجده في القاع سيغويك بهذه الطريقة. دين جميل، خرقة على نصف الرأس تكفي، وهذا تسمى حجاب، لوني وجهك، هذا ليس تبرج، لا إثم عليك، الدين جميل والله يحب الجمال، الله سيحاسبك على هذا، لا، الله سبحانه وتعالى لا يحاسب، أنت لست مشركة، خلاص افعلي ما تريدين، كلمي رجال، أنت لن تزني معهم، طالما أنك لن تزني فخلاص كلم الرجال ما في مشكلة، أنت يا هذا يقول لك كلم النساء ما في مشكلة، أنت رجل، الرجل ما يعيب شيء، هذه الكلمة التي أفسدت كثير من الناس، البسي لباس الكاسية العارية مثلها، يعني هذه المرأة نسأل الله أن يغفر لها، وجدت رجلا في القاع فتزوجت منه فأقنعها بهذه الأمور، ألبسها نصف يعني خرقة على رأسها، وصارت اقتنعت هي أنها الآن طائعة لله سبحانه وتعالى، وقالت وجدت التوازن النفسي. هو ليس توازنا نفسيا، هو معصية مع إبرة مخدرات تخدر الضمير، بل تقتل الضمير، حتى أن الإنسان يجد نفسه خلاص أنا في هذا الطريق، أنا ماشي، ضميري مرتاح، أفعل الذي أريده وليس الذي يريده الله سبحانه وتعالى. وللأسف يبقى الإنسان هنا في الحضيض يغرق، إذا وصل إلى الحضيض وإذا وصل إلى القاع فسيغرق، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فإذا لقي الله سبحانه وتعالى وقال له الله سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا، نعم جاءنا الرسل، عرفناهم، عرفنا الشريعة، عرفنا ما تأمر به وما تحبه وما ترضاه، ولكن الاستقامة
لم نستطع. لهذا يا إخوة لابد من أن نتعاهد قلوبنا، أن نستعين على أن لا نهبط وأن لا ننزل، وإنما نستعين بأشياء ورد من القرآن الكريم، ورد من السنة، من كتب الحديث النبوي، نقرأ في كتب السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو قدوتنا ونحن لا نعرف سيرته، كيف هذا؟ كيف سنقتدي بمن لا نعرف سيرته؟ هذا هو القدوة الذي نسعى سعيه. كذلك نتأمل في قصص الأنبياء الآخرين في القرآن الكريم، قصة نوح، قصة لوط، قصة إبراهيم، نتأمل في هذه القصص، قصة عيسى بن مريم، قصة موسى عليهم صلوات الله وسلامه، نتأمل ونعتبر، وكيف حصل هذا، وكيف نستفيد من هذا الموقف، وكيف نقوي أنفسنا، كيف نقتدي بهم في هذا. لابد من أن نجعل مثلا مرة أسبوعية في قراءة سيرهم، في قراءة حتى سير الصالحين من المسلمين من المتقين الذين هم أيضا موضع من مواضع القدوة، نستفيد من عبادتهم ومن صلاحهم ومن قوتهم في الحق. نقرأ مثلا في عندك كتاب نزهة الفضلاء، تهذيب سير أعلام النبلاء، اختصر لك سير أعلام النبلاء لأن فيه أشياء لا تستفيد منها أنت كإنسان عامي، فيه أحاديث وأسانيد وأشياء وأحكام على الرواة، هذه لا تستفيد منها، فاختصر لك يا أحد المؤلف بأحد يعني الكتاب أو الشيوخ بكتاب 3 مجلدات. لو قرأت سيرة من سير الصالحين كل أسبوع وقويت نفسك وتأملت كيف كانت عبادته وكيف كان قربه من الله وكيف أفعل أنا، لابد من أن نتدبر مثل هذا وأن نستفيد. القرآن علينا بالقرآن، علينا بالقرآن قراءة تدبر وتفهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذه الأقفال التي على القلوب ما الذي يحلها إلا تدبر القرآن الكريم؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يجنبنا الوقوع وأن يغفر لنا خطايانا ولإخواننا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك بالتأني وأعط دون مني، وسر نحو الثريا بسير مطمئن، بالطهر سوف تحيا علامة في الحسن، وإن أردت أنسا ففز بحسن ظني.